ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد جميل ملا حسن، عضو مجلس النواب، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. سعادة النائب، بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعنا على دلالات زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات الشقيقة، وأيضا لقائه مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكركم على إتاحة الفرصة للتدخل حول هذا الموضوع المهم. زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات المتحدة تؤكد العديد من الحقائق ذات الصلة بالعلاقات الإماراتية البحرينية من جانب، وأهمية دولة الإمارات وموقعها ضمن التفاعلات الحادثة في إطار في التعاون من جانب آخر. ولعل أهم ما يميز علاقات الإمارات بالبحرين هو الاتصال المستمر من دون انقطاع على أعلى المستويات بين البلدين من خلال الزيارات المتبادلة والاتصالات الهاتفية في فترات متقاربة. فزيارة سمو ولي العهد ليست الأولى، وإنما سبقها الكثير من الزيارات، كما أنها تأتي بعد زيارة جلالة الملك المعظم حفظه الله إلى الإمارات. التقى خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات المتحدة الشقيقة، حيث أجرى جلالته مباحثات تناولت العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وبالتالي تأتي زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استكمالا لزيارات سابقة، مما يزيد من أهمية زيارة سموه حفظه الله في إطارها الثنائي والخليجي، حيث تعكس تواصل وتتابع خطوات العمل الخليجي المشترك والتنسيق بين السابق واللاحق منها لمزيد من تفعيل التكامل الخليجي. إضافة إلى ذلك، فإن البيئة السياسية المحيطة بالحوار الإماراتي البحريني تضفي على الزيارة أهمية استثنائية بالنظر إلى أساسية المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة وما تشهده من أحداث. وأحب أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن الاعتزاز بما وصل إليه التنسيق المشترك بين بلدينا من تطوير في مختلف مساراته بفضل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم وإسناد لكل جهد نحو استشراف مجالات واعدة تشكل إضافة للبناء الراسخ الذي تمثله العلاقات البحرينية الإماراتية. وشكرا لكم. نعم، إذن سعادة السيد جميل ملا حسن، عضو مجلس النواب، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، شكرا جزيلا لك.